ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخميس بفاس تزخر بكفاءات الناس تعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة من خلال تنزيل الورش الملكي الكبير للنموذج التنموي الجديد. وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة عقب تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة الجديدة أن هذه الحكومة ستكون بفضل وجوهها الجديدة حكومة عمل ونتائج، مبرزا أنها واعية بالانتظارات الهامة للمواطنين وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة. وأضاف أن الحكومة ستأتي بعد استحقاقات انتخابية أظهرت نتائج واضحة وكرست المسلسل الديمقراطي للمملكة وسجلت نسبة مشاركة عالية مما يجعل منها البديل الذي أراده المواطنون. وتستمد هذه الحكومة قوتها وفقا للسيد عزيز أخنوش من تحالف 3 أحزاب سياسية تتوفر على أغلبية جد مهمة ومريحة سواء على المستوى الوطني وكذا على مستوى الأقاليم والجهات، مبرزا أن من شأن هذا الانسجام أن يتيح التنزيل الأمثل والناجح وفي أحسن الظروف للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى لجلالة الملك وبرنامج النموذج التنموي الجديد. وخلص السيد أخنوش إلى أن الحكومة الجديدة حكومة متماسكة وذات كفاءات، وأن كل المؤشرات تبشر بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للبلاد. واللي الحمد لله بفضل الديمقراطية الكبيرة اللي عرفت بلادنا، كان واحد نسبة المشاركة اللي هي من النسب الكبرى اللي عرفت انتخابات ديالنا، وهذا دليل على البديل يعني اللي بغاه المواطنين. واليوم الحمد لله احنا جينا بواحد في هذه المحطة الجديدة، واحد الحكومة اللي فيها وجوه جديدة، وجوه يعني اللي غادي ان شاء الله تخلي أنه بالنسبة للمواطن تكون حكومة ديال العمل، حكومة ديال النتائج. احنا كنعرفوا بأن الانتظارات ديال المواطنين هي انتظارات اللي هي مهمة وكبيرة، ولكن إن شاء الله كل حاجة بالوقت ديالها، ومع الوقت إن شاء الله غادي نحاولوا يعني باش نتمكنوا من هاد الإشكاليات الكبرى اللي كاينها، وغادي نمشيوا باش أولا نحترم يعني ونحاولوا ننزلوا يعني المشروع ديال الكبير ديال صاحب جلالة ديال النموذج التنموي، وكذلك يعني البرامج اللي كانت جات بها الأحزاب واللي هي فيها التقائية يعني تامة مع البرنامج التنموي ديال صاحب الجلالة، واللي غادي نحاولوا ننزلوه في أحسن الظروف. عندنا كفاءات، الآن عندنا حكومة متماسكة، أنا كيظهر لي بأنه الكل يصب إن شاء الله باش تكون نتائج مقبلة إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة لبلادنا. وهذه الحكومة كذلك كتجيب يعني القوة ديالها من واحد يعني الفرق السياسية اللي هي مجتمعة، اللي هي 3 ديال الفرق اللي عندها واحد الأغلبية اللي هي جد مهمة متاحة لا على المستوى الوطني ولا على المستوى كذلك الأقاليم والجهات، واللي غادي تخلي بأنه إن شاء الله يمكن تنزل بنجاح البرامج الكبرى ديال صاحب جلالة، وكذلك البرنامج ديال يعني ديال النموذج الجديد.